سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف ظهر النهر غميق وما قدروا يوصلوا له وما بينت عليهم ويمكن جرفت على المي وما قدروا يوصلوا له وساعة بيقولوا انه غرقت بالوحل وما حدا قادر يلاقيها يعني تعتبر هلا مجهولة المصير او مفقودة مفقودة بس مش مجهولة المصير اذا لقوها رح يلاقوها جدي سؤال إذا بتريدي نالي يمكن شردت شوي وما فهمت مين اللي طلب يعمل المشوار مع التاني الست وردي ولا كمال طاقت وردي هي اللي طلبت تتمشى معه بكل الأحوال خسارة ولارا شو عاملة منهارة على الآخر نقدر نشوفها انتظر لا يطلع كمال من عندها ما فيك تتخيل قديش كانت مبسوطة هي وعم تخبرنا شو جابت لك جهاز كل هالمشوار كان لتقل العرس بعد شهر بشرط انه يكون شهر العسل 10 ايام بس لانه ما فيها تتحمل تبعدي عنا اكثر من هيك ما كانت عارفه رح تبعد عني كل الباقي من حياتي بدنا نتعود على الفكره ما بدنا نغرق بالحزن واليأس بدنا نكون اقوى من المصيبه الحزن واليأس مع الوقت منقدر نطلع منه بس أنا هلأ ضايعة ومفقودة مثل أمي هذا الحكي ما بدي أسمعه بدي إياك قوية تستوعب الصدمة ما تخاف كمال ما تخاف رح كون أقوى مما بتتصور Thank you.
أنا هيك بدي إياكي، وعمتي كمان هيك بدي إياكي. رح أحكي مع وعدة تحضر لك عشاء، ما بيصدلك بلا أكل. ما إلي نفس، بس إذا قادرة آكل بطلب منه. رح أتركك ترتاحي. علاقة لارا بأمها ما كانت علاقة بنت بأمها أو أم ببنتها، كانت علاقة أكبر من أنه تتفسر، كانوا قلبين بنبض واحد. هيدا كمال، قرب يا أستاذ لنعرفك على الشباب. نديم كامل، شوقي نخلي. تفضلوا عادة. كيف صارت هلأ؟ مش كتير منيحة، حاولت قد ما فيي خفف عنها، وأنا بدي مين يخفف عني حمل هالمصيبة. الله يصبرك. الله يخليك. إذا رح تبقى منهارة بهالشكل، أنا برأيي ندخلها مستشفى. حاولت أنا أتفوت مستشفى، ما قبلت، مصر أنا تبقى هون. تفضلي ست لارا. مين في بجنينة؟ ليه أنا بعدني عم شوف الناس رايحة جاية، وشو نفع الناس إذا صاحبة البيت مش موجودة؟ هلأ تذكرت الاسم؟ لارا خبرتني عنك، انت كنت صاحبي مع باسم يزبك. صح، باسم كان من اعز اصحابي. صديقك العظيم، شو اخباره؟ مثل ما سمعت انه ترك البلد من زمان. من وقت ما ترك البلد ما عدت سمعت عنه شيء. ما بقى رح تسمع، لأنه آخر خبرية عنه من لندن، صفته عصابة كان متورط معه بتهريب مخدرات وممنوعات. حكيم مثله كيف بينزل لمستوى الزعران واللصوص؟ تفاجأتني بهالخبرية، أنت أكيد منه؟
أنا ما بقول شيء مش مأكد منه. ومين خبرك هالكذبة؟ حدا من العصابة ولا حدا من أصحاب الحكيم؟ نعم؟ ما فهمت عليك، شو بتقصد؟ قصدي إنه خبر مثل هيدا ما حدا غيرك معه خبره، بدك تكون سامعه من مصدره الأساسي. صح، سامعه من مصدره الأساسي، من حكيم صديقه لباسم يزبك. ما بعرف إذا كل أصدقائه لصاحبك متورطين مع الصوص ومع الزعران والعصابات. هلأ خلونا بمصيبتنا، ما في لزوم نحكي بمصايب غيرنا. عم فكر إذا نديم التقى فوق بكمال كيف رح يتصرف معه هالواطي؟ أكيد رح يلتقوا. كمال أذكى من أن يغلط مع نديم بهالوقت، وخصوصاً إذا كانت لارا موجودة معهم. من كل عقلك رح يفتح له مجال يشوف لارا؟ أي والله بيخلق له ألف سبب ليمنعه حتى يسلم عليها. بس نديم مصر أنه يشوفها ليوصل لها شكه بخطيبة. لارا ما رح تكون واعية على شيء في حال صاير شيء خطير مع أمها. إن شاء الله نديم ما يفتح معها هالسيرة حتى ما تروح تخبر كمال، ويقوم يلحقهم بهالليل إلو لشوق ويعمل لهم شي مصيبة. نديم مش ولد بيعرف يوصل اللي بده يوصله بسكة. هلأ إذا عرف حليم إنه ابنه طلع عند لارا، إيه والله لا يطلع معه السكر للآخر. هذا يلي مزعلني، بيكفي حامل عقدة ذنب تجاه وردة، ما بدي أحمل عقدة ذنب تجاه نديم كمان. منقدر نشوف لارا ونوقف على خاطرها؟ لارا مش قادرة تشوف حدا. أنا بشكركم على زيارتكم وراح وصل لها إنكم أنتوا بالواجب. نلي بلغي لارا أسفنا العميق، وإن شاء الله هالمحنة تخلص برجعة الست وردة على خير. وبلغيها أنه نحن حدا مش رح نتركها. تأمرنا بشي مختار؟ رح رفقكن على السيارة. شو هالعالم الوقحة؟ أنا طالع أشوف لارا. ما تواخذنا يا أستاذ، ما تواخذ كمال، لأنه الصدمة مأثر عليه ومش قليل يلي صار معه. ما بينقصك شي من اللياقة يا مختار، يلي خبرني إياه نديم بيكفي تيكون احترامك واجب. فيك الخير أنت ونديم تحكوا بأصلكم، وما قالك يمين تحلفني. كانت الست هدى عم تحكي هي وبنتها كيف خلصتوها من الموت ووصلتوا، هيدا لأنكم أولاد حلال. طولت الغيبة علينا يا مختار، ولما شفتك حمل ونزاح عن ظهري، لأن وجودك حد لارا بيغنيها عن وجودنا كلنا. الله يخلي لك كمال، هلأ هو صار رجال البيت وموكل بحمايتها. مع احترامي لإلك ولا رأيك بكمال داود، يمكن يكون هو صار رجال البيت، بس مش هيدا الشخص يلي بيحمي لارا. هد البال يا ابني هد البال، وما تدخل ماضي بيو مع أهلك بالحاضر. يعني هو هلأ أقرب الناس لإله، ولو ما صار هالشي مع وردي كان عرسهم بعد شهر مثل ما سمعت. خليك على نيتك يا مختار، بكرة الأيام رح تثبت لك العكس،
بس يكون بعلمه ابن داود. لا انت ولا نحن رح نترك له لارا لحتى يتحكم فيها. روق يا ابني روق. ما بعرف ليه كمال تصرف بهالطريقه، ولو ناس معذبين من بيروت لهون ليجوا يشوفوك، على القليله يسمح لهم يحكوا معك كلمتين، مش رح تخرب الدنيا. حتى ولو سمح لهم مش قادره اشوف حدا ولا احكي ولا اسمع حدا، ويا ريت يفهم كمال وحده اني مش قادره اشوفه بالمره. يمكن انا كمان عم بزعجك بكلامي، ها رح اسكت بس مش رح اتركك وحدك. انت وعم صقر ما بحب تتركوني وحدي. فكر فيك لارا وبفكر بحالي، وسؤال واحد بضل اساله، ليش المصايب لحقتنا وحدنا؟ عطول بهالدنيا في تمام بدنا ندفع، تمن سعادة وفرح عشناهن، تمن أحلام تحققت، والسندات يلي مديناهن للحياة بالضحك وراحة البال صار لازم ندفعهم دم ودموع. هيك بتاخد حق الحياة من دون رحمة. أخدت مني دم طفل كنت حملته، ودموع زواج كنت أحلم فيه، وهلأ أخدت مني أغلى إنسان بحياتي، أخدت أمي، أخدت الست وردة، وختمت حياتي بالشمع الأسود. مهما قلت عن كمال داود إنه تغير، ريحة الدم بتضلها طالعة من إيديه. شو الدليل حتى شاكك يكون هو ورا حادثة وردي؟ في جرائم أوقات ما بدها دليل، لأنه صورة الضحية بتضلها مطبوعة بعيون القاتل، وأنا شفت وردي بعيون كمال. يا نديم مش أنت اللي بتحط بدمتك الناس. مش عم حط واحد مثل هيدا بدمتي، عم فكر قدامك على صوت عالي، وبكرة لما رح تلاقوا جتة وردي هيدا إذا لقيتوها افتح لعيونها بتلاقي إيدين كمال داود عم يدفشوها على النهر. مثل ما أنا شايف بعيونك يا مختار إنك حابب تسدوا لنديم، هيدا إذا ما كان بينك وبين نفسك عم تفكر مثله. إن بعد الظن إثم يا شباب، شو قلوا مصلحة كمال يقتل عمته وهي اللي كانت عم تقنع بنتها تتجوزه؟ واحد مستعجل هالقد على الزواج ممكن يرتكب جريمة فظيعة مثل هالجريمة تيأخر زواجه؟ مع الوقت يا مختار رح تعرف حقائق كتير. ناطرين زيارتك. حضرتك الله معك. ما بدها هالقد يا كمال، الجماعة جايين يعملوا واجباتهم، ما تحمل الموضوع أكتر ما بيستاهل. حسالة الناس صاروا يتجرأوا يفوتوا على بيت أنور داود. كل الناس خير وبركة يا كمال. لا يا مختار لا، مش كل الناس فيها خير وبركة. نديم كامل وهيدا اللص اللي معه جايين ليتأكدوا من موت عمتي ويشمتوا فيها، ونديم كامل فكروا من بعد ما مات باسم يزبك بهالطريقة بيتمسكن ليتمكن ويرجع ينصب لارا. مش عارف انه انا بلحظة بخفي عن وجه الارض. ما رح توصل لهون يا استاذ، جماعة عملوا يلي عليهم وفلوا، ما بعتقد رح ترجع تشوفهم لا هلأ ولا بعدين. هول ما رح يحلوا عنا ولا يتركونا بنصيبتنا، بس نخلص من اللي نحنا فيه شغل بيصير معنا. يا أستاذ كمال بعتذر منك وبقدر شعورك، بس وين الغلط إذا جماعة من ذوقهم إجوا لهون ليتطمنوا؟ ما جيتهم لهون منا بريئة، وأنا صار عندي شك بكل الناس، خصوصا مع اللي كان عندهم علاقة بباسم يزبك.
خالص اللي بترجيك حبيبتي، ما بقى فيي، ما عاد بدي. ليش شو اكلتي حتى ما بقى فيكي؟ لقمة وهيدي التانية، يلا فتحت امك. طيب رح اكل هاللقمة وبس. شو حبيبتي كيف صرتي؟ كيف بدي صير؟ فلنا ديمو شوقي؟ ايه فلو. حكي شي بعد ما فلو؟ ما خلى شي ما حكي. كل ميل باله بهمه، وكمال باله بباسم يزبك. مات الزلمة وبعده لحقوا على القبر. ليش وقاله؟ الحكي ذاته. طار عقله لما شافون، وما خلى ولا كلمة لما فلوا. يعني لو ما عفر كان قوصهم ولحقهم بباسم يزبك. خلص ماما، ما تزيدي عقل بلارا. عم فكر انزل على البيت وبكرة الصبح برجع. بتنامي هون، بدي تضلي حدي، ما بدي تتركيني. ليك يا مختار، بدك تهتم بموضوع نديم كامل. ما بدي ألمحه لا هون ولا ببيت عمتي ببيروت، أحسن له. وكلامي وصل. طيب روق روق، هلأ مش وقتها. بتقله يبعد عن طريقي وطريق لارا، أحسن ما يورطني بمصيبة فيه وبصاحبه. هلأ يا كمال خلينا بمصيبة عمتك، هيدا الحكي بهالوقت ما إله لزوم. أنا ابن أنور داود، بحمل أكتر من مصيبة. جايين يتحدوني ببيتي؟ ولو ما كرامتك وكرامة هدى كنت شحطهم مثل الكلاب. بس إذا رجعوا مرة تانية ما رح كارم حدا. خلص روق هالموضوع علي، أنا بحكي مع نديم وما بيصير إلا عخاطرك. ما تفخذني يا مختار، عم بحكي قدامك بهالطريقة. زعلي على عمتي دمر لي أعصابي، وبدي أي شيء حتى فيش خلي. كلنا عايشين على أعصابنا. الله يصبرك وصبر لارا وصبرني معكم. يلا بخاطرك. الله معك. شك يكون هيدا الحكيم صاحبه لباسم بلندن هو اللي مخبر كمال عن الحادثة. هو مفكر رح تمرق علينا هيك خبريات. وإذا عم تفكر مثل ما أنا عم فكر، كمال ورا حادثة باسم. شو بعيد عنه، كان عم بيخبرنا وفي بعيونه شماتي، وعشوي بده يقول أنا قتلته. يلي شوي محيرني تأكيده إنه العصابة صفته. هيدا الشيء اللي خلاني أبعد عنه شوي هالتهمة. يمكن مش مؤكد إنه مات، مشان هيك كب هالكلام قدامنا تنحنا نعطيه الجواب الصحيح. بيناتنا قد ما عصبت منه كنت رح أقله إنه باسم ما مات، وكل يوم عم يحكيني من لندن. بس منيح يلي هديت حالي. أنا لو محله من حديثك كنت فهمت إنه في شيء غلط بموضوع باسم. هو مؤكد إنه مات وما بده يصدق العكس، مع أنه جوابي ما بيطمن واحد ذكي وخبيث مثله. هلأ كل تركيزه يخلص من موضوع عمته ويفضل لارا. قررت بكرة الصبح أخذ معي كم شاب من المزرعة وأرجع على النهر، ورح أنزل بنفسي فتش عليها. بدي أعرف عمتي وين، مش رح أرتاح قبل ما لاقيها. ما تخاطر وتنزل على النهر، لو بدها تبين كانت بينت. ما عاد فيي مخاطر، ما بقى بدي أتكر على حدا. بعدين شو ما صار لي أنا، حياتي مش أغلى منها. بحال يلي غيرك ما قدر يعمله وإنت عملته لقيته، برأيك رح تكون بعد عايشة؟ لو ما عندي إحساس إنه يمكن تكون بعدها عايشة، ما كنت عم خاطر بحياتي. إن شاء الله يا رب يكون إحساسك صح. مثل ما الله بيريد، لارا حياتي
جربي تنامي وترتاحي شوي. قدامنا مرحلة طويلة لازم نقطعها نحن وقوايا. بشوفك الصبح بالإذن يا جماعة. إذنك معك. هيك صارت الحادثة. كمال كان وحده مع الست وردة ووحده بيعرف شو يلي صار بالزبط. كان قتلها من بعد ما خبرته كل شي حكيناه قدامها. ما في غير تفسير. ويمكن ما نطر ليسألها منين عرفت الحقيقة. كبها بالنهار وسكتها للأبد. هيك الظاهر. لأنه كمال داود مفكر أنه باسم صفته عصابة بلندن من بعد ما اختلفوا على تجارة الممنوعة. الله يلعنه ويلعن اخباره. انسان مليان حقد. ان شاء الله نيته بتقلب عليه وبيجيني خبره. امين يا رب. هالخبرية فيها ايجابية وحدة، انه وردة حافظت على وعدها وما جابت سيرتكم. من وين جاب كل هالمعلومات عمي؟ هو بيقول إنه في حدا من أصحابك بلندن خبره، وأكيد من هالخبرية. ونحن منقول إنه هو وراء الحادث، ولو كانت معلوماته عن أطلاق غلط. يا رب دخيلك، معقول يكون هو وراء الحادث اللي صار معك يا ابني؟ من وقت ما وقعت أنا والمرحوم سهيل بين إيدين سيف شملان، حلفت يمين إذا بطلع طيب من تحت إيديه ما عود شغل بنات. تركت المصلحة، جوزت لولا الرقاصة من البيت عبار سعد ومن بار سعد على البيت. خير ما عملت. هالقد رعبك الشيخ سيف؟ الله لا يضوقكم اللي صار فيي وبسهيل. شفت نجوم الليل ظهريات. يلي بيغلط مع الشيخ بدي يشوفك شوفات. الله لا يوريكم غضب سيف شملان. وصلت معي خوزقنا. نحن مخوزقين بلا جميلته. ما حدا غير ابتسام بيعرف الحقيقة. بس كيف قدرت أنعت عمتي حتى صدقتها؟ كمال هلأ مأجرم على كل مين بيوقف بوجهه، وخصوصا بموضوع لارا والثروه. وما حدا بيضمن شو ممكن يطلع براسه إذا عارف إنه بعدك عايش، ومصيبة إذا عارف عنوانك. دخيلك يا ماما، أنا ما صدقت إرجع شوفك طيب قدامي. مش مستعد ضحي فيك لا كرمال لارا ولا كرمال حدا. بدك ضل خايف منه ومخبى وانسى أن في إنسانة أنا وصلت لعنده حياتها بخطر. إيه هيدا يلي بدنا إياه منك بهالوقت بالذات، لأنه البطولة بالوقت الغلط بتصير انتحار. خصوصاً أنه نحن بعاد عنك ومش رح تكون وحدك الضحية. فكر بأمك وبزينة، لأنه هني كمان رح يكونوا بخطر. ومش رح يوفر أهلي كمان ولا رح يوفرني. خلوه يرتاح من جريمة وردة وما تخافوا على لارا. ما بيقدر يعمل جريمتين بنفس الوقت. صح، نحنا لازم نستفيد من هالوقت ونفكر كيف لازم نتصرف معه وكيف لازم نحاربه بسلاحه. نحاربه بلارا. وينك يا ماما؟ وينك يا ست وردة؟ لوين رحت وتركتيني؟ أي نهار بده يطلع علي وما أشوف وجهك؟ وكيف بدي نام وما بعرف تحت أي صخرة مدفونة؟ كيف بدون يغمضوا عيوني وانت برداني؟ رجعي يا وردة وما تحرميني وقول كلمة يا ماما. I
نيلي بعدك واعية؟ بكي شي ماما؟ لا ما بني شي، بدي احكي معك شوي لانه مش جايين نوم. وانا كمان عيوني ما عم بغمضوا. شو بدك تقولي؟ بتلاقي كمال الشخص المناسب للارا خصوصي بعد غياب وردي؟ ما بعرف ماما، ما بقدر جاوبك. بس ليه هالسؤال؟ شو اللي خليك تسألي؟ في شي ما عجبني بحديث كمال. من هلأ من قبل ما نعرف إذا وردي عايشة أو ميتة بلش يقول بيتي، بعد شوي بصير يقول ثروتي وأملاكي كأنها لارا مش موجودة. يمكن طلعت معه هالكلمة لأنه هالبيت بيت بيو، بعدين شو بيقعد في فرق بينه وبين لارا لما بيتجوزوا؟ مش كمال الشاب المناسب للارا، متشاوف وتقيل وبعيد عن القلب، ما ارتحت له من وقت ما تعرفت عليه. ما تقولي هالحكي قدام لارا، من غير شي هي ما بتحبه. ما بينحب يا ماما، ما بينحب. مهما قلت عن كمال داوود انه تغير، ريحة الدم بتضل طالعة من ايديه. شو الدليل حتى شاكك يكون هو ورا حادثة وردي؟ في جرائم أوقات ما بدها دليل، لأنه صورة الضحية بتضل مطبوعة بعيون القاتل، وأنا شفت وردي بعيون كمال. يا نديم، مش أنت اللي بتحط بدمتك الناس. مش عم حط واحد مثل هيدا بدمتي، عم فكر قدامك على صوت عالي. وبكرة لما رح تلاقوا جدة وردي هيدا، إذا لقيتوها افتح لعيونها، بتلاقي ايدين كمال داوود عم يدفشوها على النهر. مثل ما انا شايف بعيونك يا مختار انك حابب تسده لنديم، هيدا اذا ما كان بينك وبين نفسك عم تفكر مثله. شو قال لك؟ ما له نفس ياكل، بده يضل قاعد بجنينه ومش ناوي يروح على محل. من وقت ما عرف شو صار مع ورده والضحكه ما عاد طلعت من تمه، لانه ما عاد بده يفكر بشي الا كيف بده يخلص لارا من كمال داوود. الهي وربي خلصنا منه. واذا هيك بده يضل خايف يصير معه اكتئاب، ما منعود منخلص. لا سمح الله يا سينا، باسم حساس كتير، وقصة وردة عملت له عقدة ذنب. يا باسم صحيح عايش عقدة ذنب، يا عايش عقدة لارا، وما حدا غيره بحل له هاي العقدة. باسم مش عايش عقدة حدا، باسم عايش عقدة حاله، ويوم عن يوم عم بحس إنه العجز عم يكبر. يمكن يا بنت ارتاح بس شاف أصحابه، بس مش مرتاح ما يرافقهم. يا ريت بقدر أعطي إجري. قولك يا هند، عرفوا شي عن وردي؟ حسب إخبار ابنك عن الحادث وعن كمال داوود، قتلها ورميها بالنهر. يمكن رميها بمطرح ودلهم على مطرح تاني. دخيل اسمه ربنا، ليه تركوا يعمل بالبشر هيك؟ يمهل ولا يهمل يا مرة. لارا ما عم تروح من بالي لأنه بطلت إمها معها، ورح يستفرد فيها ابن أنور. ليش أنا مش عم فكر فيها كل الوقت؟ كل ما يطلع براسي كمال داوود فكر شو رح يكون مصيرها إذا تجوزها. يا ريت منقدر نكون حدا، يا ريت بغياب وردة برجع أنا ألعب هالدور كأنها بعدها هيك البنت الصغيرة بهالبيت.
توقي انتو عم تحكي عن هالبنت يا عمد. هديك المرة لما كنا عند حلا لقط قلبي بإيدي لتقومي تغلطي وتخبريهم قصتها مع وردي. لا يا حليم، ما رح أغلط. انت بتعرف انه سري غميق، بس أخذتنا العاطفة ورجعت فقت لحالي. الله معكم. أهلا بالأفندي. تفضل اقعد. وصلنا يا مختار. عرفتوا شيء يا أفندي؟ حقيقة في جثة بالمشرحة، لقوها بعض الصيادين امبارح بالليل، وصلتني برقية حتى بلغكم تنزلوا تتعرفوا عليها. بأي مشرحة يا أفندي؟ بالمستشفى الحكومي. بفضل تنزلوا اليوم بأسرع وقت لأنه حالة الجثة بالويل. كيف يعني بالويل؟ ما منقدر نعرف إذا لوردي أو لوحدة تاني؟ كل اللي فهمته إنه الجتة مش ولا بد. هلا لو كانت بالمرة ما كان طلبوا تنزل تعرف عليها. شو ما كانت حالتها بضل في شي نعرفه. مش رح تضيع علينا وردي. ما بدي حدا يشوفني بهالحالة، وخصوصاً كمال. طلع فيي وبين علي بكياني كتير. كيف ما بدو يبين؟ عيونك مورمين من البك. هلأ بيروقوا بعد شوي. ليش ما بدي كمال يشوفك بهالحالة؟ ليش ما بيعرف إنه هيدا أمك وبدك تبكي عليها؟ لأنه ما عاد الجليدة اسمع محاضرات منه، ولا عاد الجليد يضل عامل حاله خايف علي. مش طايقة اسمع كلمة من حدا. لحظة انه المختار كل الوقت الحزن على وجهه. طلع فيك بقهر مش قادر يحكي ولا كلمة. لأنه الحزن مالي قلبه على الماما. الحزن صادق حتى ولو كان مش قادر يعبر عنه. مش بس فيه بعيونه حزن، كل ما بشوفه عم يطلع فيك بحسه خايف عليك. من مين من شو ما بعرف. أنا بعرف. نقدر ننزل نعاين الجتة هلأ؟ طبعا. قربي حبيبتي شوي. في خبري صعبة شوي. شو هي الخبري؟ يا مختار خبر أنت، أنا مش قادر. شو يا مختار؟ حضرة الأفندي عم بيقول لقوا جتي بالبحر وبدوا نتعرف عليها. ممكن تكون لأمك وممكن لا، بس لازم ننزل هلأ على المشرح. We'll be right back.
بسافر من حالي أنا بهرب من سن لسني بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني بسافر من حالي أنا بهرب من سن لسني غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف وجوه الأحبة صاروا يا عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف والدنيا همسة وخريف.